إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وتذكروا أنه جل وعلا قد جعل لكم من واسع جوده ومتنوع كرمه مواسم طاعة ومضامير سباق تمحى فيها الخطايا ويضاعف فيها العمل والثواب وترفع فيها الدرجات وينال فيها علي المقامات عند رب الأرض والسماوات. فاغتنموا تلك المواسم والميادين بما شرع الله جل وعلا فيها من أنواع العبادة، واستعينوا به سبحانه على ذكره وشكره والإخلاص له في العبادة، واستغفروه من التقصير والقصور في شيء من حقه، وأي ظلم اقترفتموه في حقه أو في حقوق أحد من خلقه، فإن الدعاء في تلك الأيام يسمع، وإن الذكر يصعد ويرفع، وإن العمل الصالح له عند الله جل وعلا جليل موقع، وإن الذنب يغفر، وإن العقوبة تصرف. أيها المسلمون، إن من المواسم الفاضلة وميادين السبق الواسعة عشر ذي الحجة التي ينتظرها الحي منكم، قد نوه الله تبارك وتعالى في كتابه وبين فضيلتها بقوله تعالى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وإقسامه سبحانه وتعالى بلياليها لينبه على ما فيها من ألوان الفضل ومتنوع الكرامات. وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد نوه بشأنها وذكر عددا من خصائصها وفضائلها وألوانا من جود الله تعالى على عباده فيها، فإنها أفضل أيام الدنيا، وإنها من أعظم فرص الأعمار لمن اغتنمها في الطاعة وحذر فيها وتخلص من التخليط والإضاعة، وسابق عباد الله بالخير واغتبط بما جعل الله تعالى فيها من الفضل والبر. أيها المسلمون، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن هذه العشر إنها أفضل أيام الدنيا، رواه البزار وابن حبان بسند صحيح، وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأي نوع من العمل الصالح عباد الله في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى، وله عنده سبحانه الموقع العظيم، وهو أفضل عنده وأكرم جزاء من جنسه في غير وقته. وما ذلكم عباد الله إلا لشرف الزمان مع الإخلاص والإحسان، فإن من أسباب شرف وفضل العمل وقوعه في زمانه الأحب
إلى الله عز وجل: أيها المسلمون، إن أول ما تستقبل به هذه الأيام الفرح والارتباط بما شرع الله جل وعلا فيها من متنوع الطاعات وجليل وجزيل المثوبات. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن الفرح معاشر المسلمين بمواسم الخير والارتباط بفضل الله تعالى من صالح العمل وجليل القرب، ثم الشكر عباد الله تعالى والاعتراف بفضله إذا فسح في الأجل وبلغ العبد مناسبة وموسم صالح العمل. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معاشر المسلمين، ومن أول ما تستقبل به هذه الأيام المباركات أن يتفقه الناس في أحكام العبادات المشروعة فيها، فيتذاكروا فيما علموا ويسألوا عما لم يعلموا، ليوقعوا عبادتهم على الوجه المرضي لله جل وعلا، وعلى وفق سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليكون المؤمن محسنا في عمله ليرفعه الله جل وعلا إلى أعلى درجات المحسنين. أيها المؤمنون، ومما يشرع من التهيؤ لهذه العشر المباركة محاسبة النفس والتوبة النصوحة من كل ذنب وخطيئة، والاستغفار الصادق والندم المحقق من سابق السيئات ومن قصور العمل في الطاعات. فإن التوبة والاستغفار أعمال صالحة أجورها كبيرة وعوائدها كريمة وعواقبها حسنة كثيرة، فبهما تنال المغفرة وبهما تتقى العقوبة وبهما يستدر الرزق وبهما يستجاب الدعاء وبهما يرفع البلاء وبهما تحفظ النعماء وبهما يستمتع بالقوى وبهما تستوهب الذرية الصالحة وينال القرب من المولى جل وعلا، وبهما تنشرح الصدور وتنشط الهمم لصالح العمل والشكر الصادق لله عز وجل. وتدبروا سورة هود وسورة نوح عليهما السلام لتروا ما ذكر الله جل وعلا من فوائد التوبة والاستغفار العظيمة وعواقبهم الحميدة. أيها المؤمنون، ومن جليل العمل الصالح في هذه العشر المحافظة على الصلوات الفرائض والنوافل المستحبات، فإن الصلاة خير موضوع، وإن البر ليذر على رأس المسلم وهو يصلي، وإن المحافظة على الفرائض والنوافل من أسباب محبة الله عز وجل وولايته للمصلي واستجابته لدعائه وحفظه وكلاءته له وتحقيقه لمطلوبه من خيري الدنيا والآخرة. معاشر المؤمنين، وأما الزكاة والاستكثار من الصدقات فإنها من الأعمال الصالحة الجليلات الفاضلات، بهما ينال عظيم الأجور وبهما ترفع الدرجات. ألا وإن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، ألا وإن الصدقة سترة واقية من النار، ألا وإن أهل الصدقة هم أئمة المحسنين عند رب العالمين، وهم الذين جعلهم الله تعالى
في جواره في جنة عدن، فإنه تعالى لما خلق جنة عدن بيده قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. معاشر المؤمنين، وذكر الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء لذلكم شأن عظيم في هذه العشر المباركة. قال تعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال صلى الله عليه وسلم استكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومن ذلكم معاشر المؤمنين التكبير المطلق في سائر الأوقات، والمقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بأدبار الصلوات المكتوبات، أن يقول المؤمن الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويدعو مع ذلك وفيما بينه. فإن هذا الذكر في وقته له شأن عند الله، وإنه مما يشرع الجهر به في حق الرجال في سائر المساجد وسائر المنتديات والطرقات وغير ذلك من المناسبات. فأكثروا من ذكر الله تعالى وأظهروه، فإنه شعيرة من شعائر الله في هذه الأيام. استكثروا فيه من الخير وأغيظوا فيه أهل النفاق والكفر، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من النور من الظلمات إلى النور. فاستكثروا عباد الله من ذلكم تنالوا حسن عواقبه وكريم جزائه. وفقني الله وإياكم للخير، وأعاننا على البر، وعصمنا من مضلات الفتن ومن أنواع الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام العروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن من أعظم الأعمال وجليل القرب في هذه العاشر المباركة أن يهم المرء ويسعى في الحج والعمرة، فإن الله عز وجل جعل ذلكتينك العبادتين مقربتين إليه وموجبات لتكفير الخطايا والفوز بالجنة والنجاة من النار. فإن هذه الأعمال، أعني الحج والعمرة، من الأعمال الجليلة
التي رتب الله تعالى عليها أجورا كثيرة وكبيرة، فتلكم العشر أشرف أوقات العمرة، وهي وقت الحج فلا يكون في غيرها، ففيها يوم عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق التي تكمل فيها المناسك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسك رجع كيوم ولدت أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة جهاد لا قتال فيه، إشارة إلى عظم ثوابهما من غير مخاطرة بالسلاح. معاشر المسلمين، ومن الثواب الكريم الذي يكتبه الله عز وجل لمن نوى الحج والعمرة وسعى إليهما ولم يقدر له شيء منهما في ذلك الزمن الشريف، أنه إذا أدى عمرة في رمضان كتبها الله عز وجل معادلة لحجة، بل لحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم الشرف، وما أجل العبادة، وما أكرم الجزاء. معاشر المسلمين، وأما الصوم فهو عمل صالح له فضل وشرف عند الله تعالى، حتى اختصه سبحانه لنفسه من دون سائر عمل ابن آدم، فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه وقد استفتاه في صالح عمل: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: فإنه لا عدل له، إشارة إلى عظم ثوابه وحسن جزائه. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، فيختار الأيام الأولى من الشهر فيصوم الاثنين مثلا، ثم الخميس الذي يليه، ثم الاثنين الذي يليه، وإن كان أول الشهر الخميس صامه، ثم الاثنين الذي يليه، ثم الخميس. فهذه تتحقق لكم في أول الشهر من فضل الله تعالى وكرمه وجوده. معاشر المؤمنين، وأما الأضحية في أيام العيد وأيام التشريق، فإنه ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله جل وعلا في يوم النحر من إراقة دم. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يضحي كل عام ويبعث بالهدي إلى البيت الحرام، فكان صلى الله عليه وسلم كما كان كثير الصلاة والصدقة والصوم، كان صلى الله عليه وسلم كثير النسك والذبح والنحر، فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا، وخذوا بسنته تربحوا، وكونوا هداة للخير لغيركم تؤجروا. واعلموا عباد الله أن من جليل الأعمال في هذه العشر التواصل بين الأرحام، والتزاور بين الإخوان، وبذل الفضل لمستحق في كل آن. ألا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لا خير إلا دلكم عليه ورغبكم فيه، وكان أسوتكم في المبادرة والسبق إليه، ولا شر إلا نبهكم عليه وزجركم عنه، وكان صلى الله عليه وسلم أسوتكم في البعد والنأي عنه. صلوا عليه كثيرا، فإنه من صلى عليه صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وإنه من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فأبعده الله، وإنه هو البخيل. اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا الإخلاص لوجهك فيما نأتي وما نذر، واجعلنا مباركين أئمة المتقين إلى آخر الدهر، واجعلنا ربنا من سادات عبادك المؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة،
واحشرنا إليك في زمرة المحسنين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.